أذهب إلى غزة إلى مراسلتنا شروق شاهين. شروق، آخر الأخبار لديك ما هي؟ نعم معاذ، يعني توسيع في المواجهة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ اليوم بقصف الأبراج السكنية في قطاع غزة. قبل قليل هناك إخلاء لبرج الجوهرة وهو برج للصحفيين، أغلب المكاتب التي بداخله هي مكاتب لشركات إنتاج إعلامية، كذلك هناك بداخله شقق سكنية تم إخلاؤه من كامل الطواقم الصحفية ومن كامل المدنيين تحسبا لاستهدافهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة أن الاحتلال الإسرائيلي كان استهدف برج هنادي وهو لا يقل عن 10 طوابق تم تدميره بشكل كامل من قبل الطائرات الحربية. خلال اليوم الجيش الإسرائيلي استخدم وسائل قتالية مختلفة، الطائرات الاستطلاع التي كانت ترصد حركة مطلقي الصواريخ من قطاع غزة وبعدها تقوم بإطلاق الصواريخ اتجاههم ويتم استهدافهم، إضافة إلى ذلك الطائرات الحربية التي كانت تقصف منازل المواطنين دون مراعاة إذا كان هذا المنزل بجواره حي مكتظ بالسكان أم لا، إضافة إلى ذلك الزوارق الحربية غرب مدينة غزة، كان هناك استهداف لمناطق ومواقع في منطقة السودانية شمال قطاع غزة، أيضا المدفعية الإسرائيلية التي لم ترحم الأراضي الزراعية على الحدود الشرقية لقطاع غزة ولم ترحم أيضا نقاط الرصد على الحدود الشرقية التابعة للمقاومة الفلسطينية. وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 28 شهيدا حتى اللحظة، وهذا العدد متوقع أن يزيد خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار القصف، وفي ظل أيضا ارتفاع وتصاعد وتيرة القصف على قطاع غزة، وأيضا هناك ارتفاع بأعداد الإصابات أكثر من 150 إصابة فقط في يومين معاذ، وهذا الأمر الذي يخيف المواطنين في قطاع غزة، ومن بين هذه الإصابات هناك 41 إصابة من الأطفال، بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي يقول بأنه يستهدف مناطق أو أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية، وبالتالي وبالمقابل هناك من يتم استهدافه هو المدنيين من أطفال ونساء. شاهدنا استهداف لمنزل غرب مدينة غزة وتحديدا في مخيم الشاطئ الذي كان بداخله سيدة ولديها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، تم تدمير المنزل وارتقاء السيدة وابنها شهداء، إضافة إلى المنزل الآخر في حي الشيخ رضوان وبالتحديد في شارع النفق تم استهدافه بشكل كامل ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء من بينهم سيدة وكذلك رجل أو شاب فلسطيني. كل هذه الأمور تدع نقول بأنها لن تصمت كل خلال الأيام الماضية والمواجهة باتساع. معاد، وأيضا هناك حديث عن وسائل إعلام عربية تتحدث عن جهود من أجل التهدئة ووقف إطلاق النار، لكن المقاومة الفلسطينية تقول بأنه ليس هناك هدوء طالما أن العدو الإسرائيلي متدفقة كالعادة. شروق شاهين، شكرا جزيلا لك وسلم الله الجميع في قطاع غزة. شروق شاهين مراسلتنا من القطاع، شكرا جزيلا لك.